السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيو جي اس أيضا يخلينا نتحكم بالاتريبيوتس اللي موجودة ضمن التاجات لل HTML5، هذا اللي احنا نسميها بالكلاس اند ستايل بايندينجز. إضافة للاتريبيوتس الأخرى ممكن أيضا نتحكمها عن طريق الفيو جي اس. حتى نوضح بالمثال، فإذا أجينا هنا على سبيل المثال، أنا ممكن أنه أجي للاب جي اس وعمل لي هنا عندي الداتا مالتي. زين، في داخل الداتا راح اجي اعمل فارزة واضيف هنا مثلا classes بهذه الصورة، وانطي له مثلا class معين blue، طبعا لازم ننطي له tag يعني single coat blue، وعندك مثلا underline بهذه الصورة blue وفارزة underline. عندي ذول الاثنين الكلاسز اللي موجودة. طبعا هذا الشيء احنا نعرفه بال CSS، لما نريد نعدل على ال HTML كتابة او فتشي معين ممكن انه نعمل له كلاس، وبالكلاس نغير اللون مالته طبعا على اساس الكلاس او الاي دي. بس انت اذا تريد تضيف اكثر من خاصية على اي تاك عندك لازم تستخدم كلاس، لان الاي دي راح تقدر تعمل شيء واحد بس الكلاس لا، تقدر تضيف اكثر من شيء. يعني مثل حالتنا هنا اريد اعمل مثلا الفونت او خلينا نقول التكست لونه ازرق، ونفس الوقت يكون عنده اندرلاين. فكيف اطبق هذا الشيء؟ مثل ما قلنا، اذا تريد تتحكم انت بالاتش تي ام ال الاعتياديه فبسيطه جدا، هنا تيجي تعمل لك ستايل وتجي هنا تغيره، مجرد انها تكتب كلاس وتغيره. لكن في حالة او في حالات احنا لما نجي نشتغل بموضوع الفيو جي اس، مثلا اذا كان شايفين يس اور نو، مثلا نريد نشيك حالة معينة، اذا كان يس نريد نلونه بالاحمر او بالازرق مثلا، واذا كان نو نظهرها باللون الازرق. هذا الشيء ما راح نقدر نعمله بالستاتيك، لان السي اس اس مرة واحدة راح يصبغ اللون، صح؟ يعني مرة واحدة راح يجي مثلا ال H1 اذا انا عملته بلو خلاص اللون راح يصير ازرق، انتهى. بس لكن اذا عندي كونديشن معين، طبعا راح نجي للكونديشن والفور لوب وغيره بالفيو جي اس، عندي كونديشن معينة يعني انه مثلا هذا اذا كان يس يتحول لون ازرق، اذا كان نو يتحول لون احمر مثلا. هذا الشيء ممكن نتحكمه بالجافا سكريبت. احنا طبعا كون انه نستخدم فيو جي اس فما يحتاج انه نعمل هاي الاشياء المعقده اللي كنا نعملها في الجافا سكريبت. مجرد هنا نجي نعرف كداتا اسمه كلاسز، وننطي له بلو، وننطي له شنو الاندرلاين. يبقى علينا شنو؟ يبقى نرجع للاندكس وهنا نختار منو نريد نغيره. كل اللي تحتاجه شنو هو؟ طبعا لو نيجي للدوكيومنتيشن، انا انصحكم دائما انه تدرسون الدوكيومنتيشن، لان الدوكيومنتيشن بيها اشياء كثيره حقيقه. فانا راح اجي هنا اعمل هذا كوبي. لاحظ اذا جينا تحت الفيرست واللاست، هنا جينا عملنا هذا بيست. حتى تقدر تتلاعب بال الاتريبيوت، لان احنا نعرف انه كلمه كلاس او كلمه فاليو في داخل التاج تعتبر اتريبيوت او بروبرتي يعني حسب المسمى، فنستخدم معاها شيء اسمه في ماينس بايند. في ماينس بايند هذا راح يقول انه هذا الاتريبيوت اللي هو الكلاس راح يتم معالجتها عن طريق منه الفيو جي اس، يعني ليست تاج عاديه، هذا التاج تحت سيطره منه الفيو جي اس. حلو، اذا اني تعرفون بالسي اس اس اذا اريد اكتب كلاس معين، يعني هنا أنا اذا مثلا اكتب هالو واجي هذا مثلا اغيره اتش 1 وهذا اتش 1 حتى يظهر لنا بشكل واضح، اني بال HTML كيف اعرف الكلاس بهذه الصيغه، صح؟ يعني اقدر اعمل لي اتش 1 تاج، يعني حتى نوضح لكم اياه اكثر. اتش 1 اوبس اتش 1 هذا التاج، واجي اغلق ال H1 tag، صح؟ هذا بال HTML احنا نجي نعمله، وفي داخله نكتب مثلا hello هالشكل. بس بالدايركتيف ممكن انه احنا شو نسوي؟ v minus bind نقطتين class بهذه الصيغه equal للقيمه اللي تضعها بالكلاس.
طبعا خلي في بالك، احنا نعرف انه بال HTML العادية ما نحتاج هذا، مجرد هالشكل صح؟ لكن اذا تريده تحت سيطرة ال Vue.js فلازم تعمل قبلها v-bind نقطتين class، وهنا تصرح اسماء الكلاسات اللي انت تريده. اسماء الكلاسات اللي اني اريده على سبيل المثال blue، زين مثلا هنا انا اريد blue يكون، او اريد اثنيناتهم يكون، فاقدر اخذ الاسم هذا classes واجيبه اضعه هنا بهذا الشكل. لاحظ هذه قيمة اللي موجودة في التاج صح؟ نتعامل وياها ك التمبلت الخاص مالتها، مزدوج اقواس المجموعة. بس لكن كاتريبيوت، اوكي كاتريبيوت ما يصير نستخدم هذا الشيء. كاتريبيوت راح نجي اذا نريد نخليها تحت سيطرة الـ Vue.js نجي نكتبها v-bind نقطتين class، ونوضح من يجي يقول انه هذا تحت سيطرة الـ Vue.js فهو راح يروح اكيد على الاب جي اس. زين من يروح للاب جي اس منو تريد؟ انا اريد واحد اسمه كلاسز، فيجي راسا هنا يبحث يلقى في الداتا في شيء اسمه كلاسز، فيجيب هذول الاثنين ويضعهم في الداخل. خلينا نجي نعمل هذا السيف ونقول له جو لايف. راح نلاحظ هنا، لاحظ هنا عندي شنو؟ هلو صح؟ لو اجي اقول له رايت كليك انسبكت اليمنت المفروض انه يظهر لي، لاحظ عندي كلاس اسمه بلو واندرلاين. شوف ظهر لك هي نفس الطريقه مالت ال HTML وال CSS اللي احنا متعودين عليه. هذا خلينا نجيبه الشكل بهذه الصوره، عندك كلاس اسمه بلو وعندك كلاس اسمه اندرلاين، فقدر يتعرف عليها. حلو زين. اذا جيت حتى اطبق الكلاسز اكيد هنا لازم اني اعرفهم ك HTML. يعني هنا بالهيد اجي اقول له ستايل واغلق الستايل بهذه الصوره وانزل للاسفل. في داخل الستايل اجي اعرف منو الكلاسات، منو عندي بلو اند اندرلاين، هنا عندي بلو وعندي الاندرلاين. طبعا بما انه هذا كلاس، هذا نجيب نقول له انتر بهذه الصوره، بما انه كلاس اذا يسبقها قبلها دوت صح؟ سي اس اس هذا تعرفوها، يعني للناس لازم تكون دارس انت السي اس اس. فهنا اجي اقول له بلو، افتح اقواس المجموعه واجي اقول له انه هذا هو كلر، والكلر مالته مثلا يكون بلو بهذه الصيغه. حلو هذا عرفنا منه الستايل. زين الثاني واحد اللي هو شنو؟ الاندرلاين. اوكي طبعا هذه الاشياء تقدر تاخذها من من، يعني اذا انت ما كنت قوي جدا بالسي اس اس يعني تكتب w3school. لاحظ هنا في ال HTML انت عندك learn css، لاحظ هنا يعلمك بالضبط شلون تستخدمه، هنا يطلع لك كل الاتريبيوت اللي انت تريده. لاحظ inline الفورم التكست مثلا، لاحظ كل الاتريبيوت، لاحظ الكالر background مثلا color التكست decoration. زين لاحظ overline اندرلاين، لاحظ هذا احنا كنا نريد نعمله اندرلاين. زين فاذا تريد اندرلاين عفوا مثل ما احنا كنت اريده، فتجي هنا وفي الاندرلاين كون انه هذا كلاس فاكيد هذا هم لازم يكون عنده دوت صح، ونفتح له اقواس المجموعه ونجي نقول له التكست ديكوريشن راح يكون اندرلاين. هذا بالنسبه للكلاس الاول، هذا بالنسبه للكلاس الثاني. خلينا نجي نعمل هنا سيف، هذا نجيبه هالشكل and لاحظ hello صار باللون الازرق وتحتها خط اللي هو الاندرلاين. لما اجي اقول رايت كليك اند انسبكت اليمنت راح الاحظ انه في الهيد في عندي الستايل مالتي اللي انا صنعته، كذلك في عندي هنا الهلو، لاحظ من اختاره هنا ايضا اختاره هلو اللي موجود عنده كلاسين اللي هو البلو ومنو الاندرلاين. ف بهذه الطريقة أنا أقدر أتحكم بمن، أتحكم بالأتريبيوت اللي موجودة ضمن الـ HTML. وعلى فكرة في نقطة أيضا مهمة هنا، أنت عندك راح تلاحظ في مبرمجين وين بالـ HTML، أوكي في مبرمجين راح تلاحظ أنهم يكتبون v-bind راح يكتبون فقط نقطتين
كلاس سيف، نفس الشيء يشتغل. فاذا ممكن تمشيها مع في ماينس بايند وممكن لا تختصرها، يعني ممكن اصلا راسا نقطتين كلاس، هو راح يفهم هاي النقطتين اللي قبل الكلاس انت قصدك بمن، قصدك بالفيو جي اس. حلو. اضافه الى ذلك حتى ال HTTP يعني هنا مثلا عندك خلينا نقول اي تاج، اوبس اي تاج بهذه الصوره زين، وهنا تكتب مثلا كليك بهذا الشكل. حلو، لاحظ هنا عندك كليك بس لكن لازم اضيف له شنو، href، وهذا ال href اقدر اكتب له مثلا www.google.com.com بهذه الصيغه. فهنا صار عندي فعال، من اضغط عليه ياخذني مفروض وين، على google.com، بس هنا ما اخذني على google.com. اوكي، فهنا نلاحظ لازم نكتب https نقطتين سلاش سلاش وgoogle.com كليك. اوكي، هذا لانه دي ياخذه من السيرفر، شوف دي يعيد توجيهها، دي يقول انه 172.0.0.0.1 و 5500 سلاش www.google.com. اوكي، بهذا الصوره دي تعالج. فاذا حبينا انه هذا نستخدم معاها منو، ال v minus bind نقطتين href. ليش ليش عفوا لان ال href، ال href هو attribute للاي تاج، فبهالحاله في بايند href هذا اني ما احتاج اضيفه هنا. هنا مثلا ممكن اقول جوجل ويب سايت بهذا الصيغه، فهنا من اجي بالداتا فارزه جوجل ويب سايت واضعها في داخل سترينج بهذا الشكل. هذا راح شنو، راح يكون المختصر مال موقع جوجل. طبعا انت تستخدم سينجل تاج، فيفضل انه يكون سينجل تاج، فهنا سينجل تاج زين. فجوجل ويب سايت راح يكون وين، هنا جوجل ويب سايت بهذه الصيغه. حلو، خلونا نتجه لل موقع نفسه. هنا اذا اجينا قلنا له بس سيف اوكي اند ريفرش، راح نعطيه ريفرش لان احنا ما غيرنا هنا شيء. فعندك هنا كليك، لاحظ اخذك فورا الى موقع جوجل. اوكي، بالبدايه كان الهرف الاعتياديه كان يتعامل مع السيرفر، فلهذا ما كان يظهر لنا جوجل. فاذا في الفي بايند الهرف ايضا كلينك مثلا، بدل ما اني اجي اضيف اللينك هنا انا اقدر اضيفه هنا زين. هذا الشيء يفيدني، هذا يفيدني بالاي بي اي، يعني اني ممكن السيرفر يتغير الاسم الموقع، فما احتاج انه اجي اغيرهم واحد واحد، لا اني القيمه هذه اغيرها طرف السيرفر وارسلها وهو راح يتحدث من تلقاء نفسه في الاندكس اتش تي ام ال. ونفس الكلام هذا ما تحتاج تكتبه في ماينس بايند، يعني ممكن انه بس تاشر له بنقطتين href بس، لا اكثر لا اقل، هو راح يفهم. فبهالحالة أنا من أجي على الكليك رايت كليك انسبكت إليمنت، هو راح يظهر لي كHref، لاحظ يظهر لي كHref عادي حالة حالة ال HTML، بس لكن بالواقع هو شنو، هو ده نستخدم بها ال Vue.js، ده نغير على الباراميتر. فبهالشكل احنا صار عندنا فكرة شلون نغير بالقيم الموجودة بالتاج نفسه، او اذا اردنا نعدل على منو، على الاتريبيوت او الباراميترز او البروبرتيز اللي في داخل التاج نفسه لل HTML. هذا الشيء راح تلقاه موجود في الدوكيومنتيشن، نا عندك الكلاسز اند ستايل. لاحظ في الدوكيومنتيشن عندك كثير اشياء ممكن تستخدمها حقيقه، ف ذاتس ات، يعني هنا ممكن تعمل تيست لاي شيء
لاحظ هنا عم جرب كلاس، انت ممكن تجرب على تاجات اخرى مثل ما جربنا احنا على التاج اليو ار ال، كذلك نفس الشيء. وعلى فكره حتى الفاليو، يعني هنا انتم لاحظين مثلا من نجي هنا نعمل، خلينا نجي نعمل input in input tag زين، والانبوت تاج هو سنجل تاج يعني ما يحتاج الى شو اسمه. طبعا ممكن نستعين ب منو بال HTML زين. لاحظ هنا شوف هنا عندك الانبوت تايبس، هذا انبوت نقدر ناخذه كوبي لان الانبوت ما عنده دبل تاج، يعني مو مثل الاتش الاتش او الاي تاج. الاي تاج تلاحظ انه احنا نغلقه، بس الانبوت لا، هو اصلا بهذه الصوره، بهذه الصوره ينكتب. فاذا جينا قلنا الانبوت التايب مالته تكست، الاي دي مالته ما احتاج حاليا اي دي، النيم مالته اف نيم وات ايفر كان، او ما احتاج حتى هذا، بس اقدر هنا على سبيل المثال انطي له فاليو. خلينا نقول هنا الفاليو مالتك راح يكون محمد بهذا الصيغة. فإذا رجعنا للموقع نفسه اوكي and here عندنا 30 اوكي ما عملنا له سيف، لاحظ عشان ما عملنا له سيف اوكي and راح نلاحظ انه احنا صار عندنا input. طبعا هذا اذا تريد تنزله ممكن تقول له هنا أنا br save، لاحظ راح ينزل. فهنا راح تلاحظ انه كلمة محمد موجودة بالانبوت، هذا يمثل value، هذا ايضا يعتبر شنو attribute. اذا هذا تريد ايضا تغيره فايضا سهل جدا، ناتجي على سبيل المثال تقول له name نقطتين وضيف الاسم اللي تريده عمر علي مثلا. فهنا لا ننسى الفارزة Ctrl C Ctrl S حتى نعمل save وايضا كوبي. هذا شو احتاج بداخله؟ اجي اضيف النيم، بس لكن احنا نعرف كل الزين البارامتر او الاتريبيوت او البروبرتي اذا نريد نتعامل وياها كفيو لازم نضيف قبلها يا اما في ماينس بايند نقطتين فاليو او فقط نقطتين، لان هذا هالشكل من اجي اعمل سيف راح القى يظهر لي نيم راح يتعامل وياه ك HTML اعتياديه، فلازم اضع نقطتين. هاي اخطاء تصير كثير، يعني اكو في مبرمجين انا لاحظ يقول انا ضفت الفاليو بس لكن ما يتغير، طبعا لان هاي النقطتين انت ما ضايفه قبله. فمن اجي هنا انا الاحظ عمر علي، يعني اذا كبرنا لاحظ عمر علي موجود كفاليو، فتقدر تتلعب بالبروبرتي بهذا الاسلوب. لهنا نوقف، نكمل وياكم الدرس القادم، مع السلامه.